وسأعمل على أن يطبق القانون على قدم المساواة على الجميع، وأولهم أنا. يطبق على القانون على الجميع، ليس هناك من يمكن أن يستثنى من تطبيق القانون عليه. نعم، كل التونسيين وكل التونسيات، وسأعمل على أن يكون الدور جامعا لكل التونسيين والتونسيات. إلى الجزائر إن شاء الله، إلى الجزائر، سوف أشقاؤنا في الجزائر تحية لهم من أعماق الأعماق، وأتمنى أيضا أن تتاح الفرصة لزيارة ليبيا، وأتمنى تحية خالصة لأبناء شعبنا في فلسطين، وشكرا.